ناخد التليفون. مدام سحر، ايوه اهلا وسهلا، اتفضلي اهلا بحضرتك. اتفضلي. هستأذنك وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. حاضر. اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام عليكم السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. انا عندي ابني عنده 17 سنة، ولا بيسمع الكلام ولا يعني ولا بيسمع كلامي ولا كلام باباه، والتملي كل حاجة غلط يعملها، وانا مش عارفة اعمل معاه ايه، مش عارفة اتصرف معاه ازاي. هو ليه كل اخوات؟ حاجة ليه اخوات 3 بنات طب وهو ولد وحيد؟ وهو ولد وحيد. طب انتوا كنتوا مدلعينه قوي؟ لا هو كان مريض، حصل له وقعة وجلطة وفي رجليه، وعمل عمليات، وحضرتك كان عنده 3 سنين ونص، وفضل في المستشفى فترة أنا وهو، وما دلعتوش والله، وما عملتلوش يعني ما دلعتوش، ما عملت ما ظنش إن أنا عملت فيه حاجة وحشة، لا احنا ما بنقولش حاجة وحشة. بس مش عارفة حضرتك يعني أعمل له إيه، مش عارفة أتصرف معاه إزاي، كل حاجة غلط بيعملها. زي ايه؟ زي ايه؟ يعني مثلا ايه، متلم على شوية عامل ايه؟ شباب، متلم مع شوية شباب مش كويسين، عادي سايب بيت باباه، شوية شباب. وكل ما انا يتقابل ما انا يتقابل، ما سمعتش حضرتك بتقولي بيعمل ايه؟ متلم على ايه؟ متلم على شباب من سنه، يعني متلم على الشباب مش كويسين. مش كويسين، كل ما يكلمني يهددني، اللي هو هيمشي ويسيب البيت لما اقول له لا، اللي انت بتعمله ده غلط، ما ينفعش اللي انت تعمله. فحضرتك مش عارفه اعمل معاه ايه، بيمشي ويسيب البيت؟ يقول لي انا عايز ايه، انا عايز ايه، انا همشي لما اقول له لا، اللي انت بتعمله ده غلط وما ينفعش اللي انت تعمله، يروح يقول لي لا خلاص انا همشي. طب هو بيهدد حضرتك ولا فعلا بيمشي؟ لا هو ما بينسيش، بيهددك. هم اخواته البنات بتقول لي يا ماما هم بيهددك، عشان هو عارف اللي انت متعلقه بيه. طب لما هو بيقول لحضرتك ان انا همشي، رد فعلك بيبقى ايه؟ بتعملي لا ايه؟ ما برضاش اللي هو يمشي، واخده بالك، بتقولي له ايه؟ وممكن بتقولي له بقول له ايه؟ لا، ما هتروح فين؟ هتروح تقعد في الشارع يا ابني؟ ما ينفعش. هو ده طب اللي انا عايز بقوله اسال له. سؤال بعد اذنك يا اتفضل. استاذه لميا، يعني هل اتفضل. العمليات دي اثرت على شكله او على جسمه او على اداؤه؟ رجله رجله بيعرج يعني مثلا؟ في عرجة حضرتك في رجليه، بيزك شويه. شوية، ومنظر رجليه مش حلو. حتى هو كان يقعد يعيط لي ويقول لي ايه يا ماما، يعني ليه انا، اشمعنى انا، اقول له حرام ما تقولش كده، ده حاجه بتاعت ربنا، اي حد فينا معرض ان هو يعمل اي حاجه، يعني يحصل له اي حاجه يا ابني. فحضرتك مش عارفه اتصرف معاه ازاي، نفسي يبقى كويس، نفسي يبقى راجل، نفسي يعني نفسي في حاجات كتير، مش عارفه اتكلم واقول ايه والله، مش عارفه اعمل انا اقول ايه. فاهمه حضرتك، ربنا يعينك يا رب. هو برضو سن صعب، يعني 17 سنه ده السن اللي بيبقى فيه بالظبط. يعني توهان وتعب للاسره اكتر من الولد نفسه او هو البنت بص، هي نفسها. مرحله التين ايج او الادولس طبعا مرحله فوريه، يسموها ارهاق هو مراهقه انتقاليه من انتقاليه. الطفوله للشباب ولكن بقى. ولكن هو كمان اللي معبي الولد ابن مدام سحر الطاقه السلبيه اللي جواه دي، بسبب طبعا الشكل. احنا في المراهقه حته الشكل مهمه وحته الاداء مهمه، فيعني هي عايزه احتراف شويه. انا عايز تشوف الحلو اللي فيه مش الوحش، ودايما ما تبقاش اللي بتعمله ده غلط، شوف الحلو الباقي كلمي عليه. والشله دي هي اللي بتبين له هم دول اللي معجبين بيه دلوقتي في الدنيا دي، يعني انت مش معجبه بيه هم معجبين بيه، فهيفضل مربوط بيهم وهيسيبك انت. فلازم انت تبيني حتى لو كانت الشله دي مؤقته، اكيد هم محققين له شيء هو مش مفتقده. محققينه في البيت. هو ايه بقى يعني، مش احنا مش هنبقى عارفينه. الشله الوحشه دي هي اللي قبلته بشكله ده، وهو عايز يشوف نفسه. ماما وبابا دول يعني دول مجروحين، ما هم هيحبوه هيحبوه، لا هو عايز يشوف حد غريب يثبت لي ان انا حلو، ما فيش غير الشله دي. يديني فسيبيهم الثقة في دلوقتي نفسي. يدوا له ده، سيبيهم يدوا له لحد ما يقوى، هتلاقيه اتظبط من نفسه.
ان شاء الله ربنا يعينها. ان شاء الله.